أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. موسى موزس آدت أضاف قائلا saying verily إن these people هؤلاء القوم will be destroyed سيدمرون. متبر يعني سيدمر. For that which they are engaged in بهذا الذي هم يفعلون ما هم فيه the activity they are engaged in idols worship عبادة الأصنام and all that they are doing وكل ما يفعلون is in vain هباء منثورة يعني باطل باطل ما يفعلون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. He said أي عيسى موسى أمين Shall I seek for you هل أطلب لكم هل أبغيكم أبغيكم أن إله a God other than Allah غير الله while he has given وهو أعطاكم like superiority أفضلية over the عالمين over the mankind على الناس والجن of your time في وقتكم وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. And remember, واذكروا, when we rescued you, إذ أنجيناكم, أنقذناكم, we saved you from فرعون, Pharaoh's people, من قوم فرعون, آل فرعون, آل يعني أهل أو قوم أو ملأ, who were afflicting you with the worst torment, كانوا يسومونكم أسوأ العذاب, killing your sons, يقتلون أبناءكم, and letting your women live ويجعلون نساءكم تعيش يستحيون نساءكم and in that وفي هذا was a great trial كان في هذا اختبار أو بلاء عظيم from your Lord من ربكم إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. موسى موزس added verily these people will be destroyed for that which they are engaged in idols worship and all that they are doing is in vain. He said shall I seek for you an ilah a god other than Allah while he has given you superiority over the alameen, mankind and jinn of your time. And remember when we rescued you from the Pharaoh, Pharaoh's people, who were afflicting you with the worst torment, killing your sons and letting your women live. And in that was a great trial from your Lord. عفان الله وإياكم من كل بلاء. يلا keep us all safe and sound from every trial. اللهم آمين رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.